بلجيكا تحتفل مع فرانسوا أنجلير بالفوز بجائزة نوبل، فهو فخور بالجائزة وسعيد للغاية، وقد أعرب عن مشاعره في منزله في مدينة بروكسل. بهذا القرار كرمت أكاديمية العلوم السويدية الملكية إنجازا تحقق بعد 50 عاما من البحث العلمي. جائزة هذا العام تمنح لشيء صغير جدا لكنه كبير الأهمية. اكتشف العالمان أنجلير والبريطاني بيتر هيكس وباستقلال تام عن بعضهما اكتشف جسيما يدعى هيكس بوسون، ويعود إليه وجودنا حسب قول الفيزيائيين، لأنه يجعل الجسيمات الأخرى تكون كتلة متماسكة، وبدونه لكانت الجزيئات هائمة في الفضاء بلا جدوى. العاملون في المركز الأوروبي لأبحاث الذرة سيرن سيفرحون بهذه الجائزة، ففي هذا المركز أثبت لأول مرة وجود جسيم هيكس بوزون، وذلك في صيف عام 2012. وهذه لحظة مثيرة لمشاعر الفيزيائي بيتر هيكس بعد أبحاث استمرت نصف قرن.